التسعة واثناش دقيقة إيميسيون إمبوسيبل حلقة الجمعة 18 ماي 2023 مباشرة ملفات الشاشة لا تعقيب طبعا في التعقيب ملفات الشاشة مع أريج الحمروني. صباح الخير مرحبا بكافة مستمعي إذاعة إي إف إم. قبل ملفات الشاشة باش نحكيو على شنو خرج البحث الأول الطب الشرعي على أسباب وفاة جثث تسعة أفارقة جنوب الصحراء اللي لقاوهم في مناطق غابية أو جبلية في حيدرة. معانا عبر الهاتف النطق الرسمي باسم محكمة القصرين باش يعطينا تفاصيل شنو خرج الطب الشرعي. ألو صباح الخير سي رياض. شكرا لك على تلبية الدعوة. هو كي لقاو الجثث رجح انهم ماتوا بسبب البرد والجوع، شنو كان تعطينا تفاصيل تقرير الطب الشرعي؟ هو حسب التقرير الطبيب الشرعي معناها الجثث هذه متعرضة معناها للتجمد على مستوى الشرايين معناها نتيجة البرودة الطرف، خاصة وان معناها الاسبوع الفارق نزلت كميات هامة من الأمطار أدت إلى فيضان بعض الأودية. الأفارقة هذونا معناها بما أن مدينة حيدرة هي مدينة متاحمة للحدود الجزائرية، هي منطقة عبور ودخول المجتثين هذونا للتراب التونسي، وقع معناها العثور عليهم في المناطق هذه الحدودية نتيجة معناها الفيضان الأودية، ووقع معناها عزلهم على تقدمهم الى مستوى وسط المدينه معناها من نتيجه بروده الطقس والامطار توفاوا جثث هذونا. النيابه العموميه اذنت بمباشره محاضر عدليه في المواضيع هذه واذنت باحاله جثث على الطبيب الشرعي. الطبيب الشرعي اكد اللي معناها الوفاه هذه ناتجه عن تجمد في الشرايين الدماء نتاع المواطنين هذونا الافارقه، ومن بعد معناها عرضه من الطبيب الشرعي اذنت النيابه العموميه بدفن جثث هذه في بواسطه بلديه حيدره في مقبره التابعه الى مدينه حيدره. السيد الرئيس الاعمار نساء رجال الاعمار فما اطفال هما كل اعمار تتراوح بين خاطر هما ما عندهمش حتى وثيقه معناها لا عندهم وثيقه ولا نعرفوا وحتى ما عندهم لا مع العثور عليهم معناها ما وقعش العثور عليهم حتى وثيقه نجلوا هوياتهم نجلوا كذلك معناها البلدان اللي يرجعونها. هو الطبيب الشرعي اخذ عينات معناها من دماء ولا ديانة نتاع الجثث هذه وقع معناها تخزينها للرجوع عليها في الوقت معناها اللي يمكن يستحقوه. نعم. معناها اللي هما الاعمار بين ممكن هكا حسب معناها المعاينات بين 17 ل 30 سنه هذه الاعمار معناها كلها معناها ذكور معناها ذكور تسعه ذكور بين 17 ل 30 سنه. السيد الرئيس بين 18 ممكن ل 30 سنه. السيد الرئيس لقوهم البرة من مدينه حيدره موتى الجثث معناتها في الخلاء في الغاب في الخلاء المخلي في الغابة في الخلاء هي راهي وقعت عام الاول سنه السنه الفارطه اثناء تساقط الثلوج تلك معناها وقتها توفوا تم العثور على خمسه او سته جثث معناها نفس الوضعيه نتاع السنه الفارطه. السيد الرئيس علاش سالتك السؤال هذا؟ لانك تول اللي قاعد يدور اللي فما افارقه ماتوا بالشر في تونس لا ما عندها حتى بالضبط هم الأفارقة موجودين معناها وموجودين كل يوم. أما هو الأفارقة هذانا توقع فيضان الأودية ما نجموش يتقدموا باش يتقدموا وسط المدينة متاع حيدرة. هو تم العثور عليهم معناها خارج منطقة حيدرة بين الحدود الجزائرية ومدينة حيدرة داخلين حرقين. سيد الرئيس مش حتى للمدينة. سيد الرئيس داخلين حرقين من الجزائر بطبيعة مش من البوابة داخلين بصفة غير قانونية التونسية. واضح شكرا لك سيد رياض ميوي الناطق الرسمي باسم محكمة القصرين عطيتنا التفاصيل هذه الكل. مأساة مأساة اللعب ليه معناها يعني توا في الغرب وفي أوروبا هذا مشهد دراماتيكي أكثر من مشهد الغرق في البحر. أنا نشوف والله معناها هكا ويمضي في صمت الموت تجمدا واحد يموت تجمد له عروقه من البرد يعني تسعة أعمار بين شباب 16 سنة 17 سنة شو مخرجوا من داره كبر طفل حل عينيه قرا في بلده في النيجر ولا وين شخرجوا من داره قرر الهجرة للعالم الجديد
وهذاك علاش ملا دراما ملا دراما يموت في حيدرة في بلاصة لا يعرفها لا شيء ميت بالبرد. وهذاك علاش الدعوة متاع رئيس الدولة في أن يكون ثم مؤتمر دولي دولي إقليمي حول الظاهرة فهمتني هذه، ما يلزمش نكتفي وأنه باش تكون قضية ما بين تونس وإيطاليا، لأنه صحيح أن إيطاليا هي الوجهة الأخيرة فهمتي، وتونس هي الوجهة الأخيرة فهمتي قبل الانتقال للضفة الأخرى، لكن هذم فهمتي جايين من عمق اللي يرتبط بدول المجاورة لنا. جي فما بالجزائر خلينا نكون واضحين، معناها توا دخول كبير أكثريته توا جاو من الجزائر، معناها على الحدود غادي يجيو من ليبيا، وكان في ليبيا ما يحتاجش تخطر من ليبيا، من ليبيا يتعدى طول في افتراضي بالضبط. دونك يلزم بالحق مقاربة اللي تلم الناس الكل، ماذا بين الجزائر زاد تسكر الحدود تاعها بالأشيرة الأخرى بالضبط. وثم حتى زاد يتبدل الخطاب، بدل ما باش نحكيه بالخطاب نتاع منطقة ضمه باش يغيروا الهوية، الهوية باش يغيرها، كي ناس ماشية راكبة الموت كيما ولادنا راكبين القوارب تاع الموت، هذوما الناس راكبين الموت وشاقين الصحاري وشاقين كذا، قاعدين بهربين من المزيرة يبحثوا واضح على مستقبل أفضل واضح. أنت تقول أنا بالنسبة لي راني نحب نوقف هالمأساة الإنسانية، شكون يجي ضدك؟ لا أحد. يلا أشهر ونرجع. على راديو التسعة واحد وعشرين دقيقة، الخبر الموالي في ملفات الشاشة مع أريج الحمروني. بعد الفيل اللي دعموا به حديقة البلفيدير ولي بن عروس يؤكد خلال تكريمه للمواطن اللي جيب الفيلة هذية بأنهم باش يزيدوا يجيبوا للبلفيدير زرافة وكونغورو، وكان المواطن اللي كرمه ولي بن عروس شكر الولي على مجهودته في أنه سهل لهم دخول الفيلة الفيل هذية من خلال ميناء رادس، ويأكدوا أنهم باش يزيدوا يدعموا حديقة البلفيدير بحيوانات أخرى في الأيام القادمة. اللي هما؟ فما الحديث على زرافة وكونغورو وبعض الحيوانات الأخرى. فما زرافة في الكونغورو وكونغورو مانام من أستراليا بشي جي نتصور مدام كونغورو إن شاء الله يا رب. يا نجيب تعليقك على التصريح سيد الوالي البارح أثناء تكريم المواطن، معناتها أنا الخبر مرد فيه شيء فما مواطن، تعليش مواطن تونسي يعطي الصحة وبركة الله ويتبرع بفيلة وباش يتفلع بزرافة وكونغورو يعطي صح سيد الوالي سهل في الديوانة باش ما تعطلش الأمور، ما عندها المشكلة. الوالي تعهد المواطن ما تبراش، مازال ما تبراش لا بزراف لا بكونغورو. هنا الفيلة في البلفيدير. أكد هو حتى المواطن أكد. لا أما لا تاع بالنسبة للكونغورو والزراف خلي حسين عنده. هو الوالي قال باش يعمل على الجل بينهم إن شاء الله. من راسه ما الراجل قال له باش نعطي كيما عطيت فيلة نعطي كونغورو زراف. يا سيدي الكريم التونسي خويا غريبة حط العصف العاجل حتى في زرافة وكونغورو حتى في زرافة وكونغورو مش غريبة مش حاسد حاسد معناها الراجل قال نعطي الولي سهل الديوان انت حاسيل عيد اللي من غش شوف هذي انا ضده مش عارف تزرف ضد الاستغباء والاستبلاه وبيع الومه علاش بيع الومه هاو علاش هاو قال الفيلة جت الفيلة اغزلي 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 جت الفيلة ولا ما جت الفيلة يا سيد الكريم فما فيلة في البلفيدير ولا ما فيلة يا سيد الكريم فما فيلة ولا ما فيلة يا سيد الكريم مكسلة تعطيني نجيو نجم تسكت وركز لي على الكنغر الخبر مش الفيلة الخبر كون والي بن عروس يتعهد بجلب بالعمل على جلب زرافة حسين والمواطن لا. أكد أنه بصدد التنسيق لجلب الزرافة والولي بشي سهل الولي بشي سهل يعطي الصح هذا دور بوان. هل الحديث على الوه عرفت هذا لي كلام اثنين يا نجيب هاو نبيع وخلينا نشوف الاستغباء انك تعتبر منجز جلب الحيوانات وقت اللي هي في أبسط الأشياء في الاتفاقات ما بين حدائق الحيوانات وتدخل يا نجيب كان توسع بالك شوية وتقرأ سهل كونغورو سهل جلب الحيوانات من أسهل الأشياء جيب قطوس هاو عشر سنين جيب قطوس نجيب دقيقة حسين عشر سنوات كاملة عشر سنوات وما عندكش فيلة جيت الفيلة في وين الزرافة والكونغورو هاي عشر عندك زرافة وعندك كونغورو انت نجاوبك ما عندكش لسبب بسيط حديقة الحيوانات البلفيدير اللي عندك غير آلة مش لاستقبال أي كائن حي فيه نذكرك مليح
أن وصلنا لمرحلة أنه ما عندناش كيفاش نوكلوا الحيوانات الموجودة. 10 سنين السعادة شبيكم ما صلحتوش حديقة الحيوانات اللي حكمتوا فيه؟ شبيكم ما صلحتوش حديقة الحيوانات؟ يا نجيب كان أنت ترى روحك في الحكم. أنا يوما ما لم أكن في الحكم. للعباد اللي يشاهدوا هذا هو الكنغر، هذا هو الكنغر اللي إن شاء الله بقدرة ربي سيحل سيحل ضيف على على تونس إن شاء الله. واللي هو مهم شوف لي الزرافة يا معد. وأكثر أهمية كونوا حدائق الحيوانات تعطي فيما بينها حيوانات وفق شروط عرفت موضوعات تتعلق بسلامة الحيوانات نفسها. راو كان نحن وصلنا لمرحلة لأنه البشر ما عندناش عاطينه قيمة. يعني تشكك في الجيس يا ديك ربي إذا كان يتم اعتبار جلب فيلة في الثلاثينات من عمرها وعلى حبيت خطرها كبيرة يا برهان يا برهان كان يتم اعتبار قيام مواطن يعطي هو الصحة المواطن على المجهود إنجاز دولة وتخرج السلطة. أنا سلطة بيه. الصور موجودة. أنا سلطة. نجيب. أنا سلطة خرج. يعني ضمن أنشطة الولاية. يا نجيب. سهل باش الفيلة تدخل. تدخل من البر. يا نجيب. يا ولدي راهو الفيلة تدخل. أقسم بالله فاهم صعوبة موقفك وفاهم صعوبة الشيء اللي تعمل فيه إنك تبرر على حاجات عم أنت بيدك تضحك. تو معناتها خلاها الفيلة كيكة في البر محجوزة. حر حد عم شعود وفسروا له واحد اثنين ثلاثة قداش يساوي. يا نجيب وخي. حدائق الحيوانات تستقبل حيوانات تكون قادرة على رعايتها. واحد. على توفير طبيب بيطري ورعايه صحيه ومأكل. اثنين الحديقه تجي حيوان في الصغر باش يتاقلم في البيئه نتاعو، ما يجيبوش واحد روتريتي باش يتوفى ويقعد غادي. تو الفيله قداش تعيش؟ يا نجيب قلت لك بسيطه. لا لا خاقدر خاقدر زياد ضد الكنغر. انت هو ملاحظه فهمتي صغيره عندك موقف من الكنغر؟ انا تعديتك النهار قدام الفوق معناها في البداية على يميني كان ثم الحصن غادي وكانوا في حاله من الهزال. لا هذيك حديقه بالفيدير بكشي كلوب فوق لا كلوب 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 هذاك عادي. لا هي ملاحظه قلت لك بالمناسبه راه كانوا حاله لا لا ما فما مشكل قرط المده هذه بالرسمي راهو بالجد فما مشكل قرط. شفت الباصه اللي تعديت منها البارح فقط عاملين اجتماع غديك على حلين مشكله القرط ما فماش القرط. فوالا اما بمناسبه الحديث على الفيلة نقترح عليكم اغنيه. لا 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 يا علينا يا شيخ هد علينا باب الدار عدنا كل تعليل مرة في بيتنا زارنا الحاكم بالليل هد علينا باب الدار عدنا كل تعليل هذا عامل فيل لا تو هكا ريش تو تخليني هكا في وسط المهبله هذوما شنو ياكل يحكي وانا في عودي في عود تو انا عامل خبر لتحليل ابعاد استضافه الكنغر في الواحد هما ولاو يغنيوا لي يا ودي نحن واحلين في عهد الفيل تحب تدخلنا العهد الكنغر يلا اعطي لي الخبر الموالي. في الأخبار الثانية باش نحكيه على فتح باب ترشح أو وزارة المرأة حلت باب ترشح لجائزة أفضل عمل علمي نسائي باش ناخذ أكثر تفاصيل مع السيدة سارة شقرون أي جائزة فتحت لها باب ترشح وزارة المرأة باش تعطينا أكثر تفاصيل على الجائزة هذية. السيدة سارة شقرون مديرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. ألو صباح الخير مدام سارة. ألو صباح الخير. مرحبا. لو كان تعطينا أكثر تفاصيل على باب ترشح اللي تفتح لي جائزة أفضل بحث علمي نسائي. شكرا على الاستضافة. تحية ليك مدام مريج وتحية لسي برهان وجميع الموجودين في البلاتو. شكرا. السيدات والسادة المستمعين يعطيكم الصحة على الاستضافة هذه اللي والفرصة اللي اعطيتوها لنا للتعريف بجائزة أفضل بحث علمي نسائي. هي جائزة تم إحداثها سنة 2009 تسندها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كل عام بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للمرأة الموثق ل 13 أوت من كل سنة. الجائزة هذه تهدف إلى تشجيع الباحثات التونسيات وإلى دعم مساريهن العلمي. قيمة الجائزة هي 15,000 دينار. كل سنة يتم ضبط محور معين للبحوث العلمية اللي باش تترشح. المحور اللي تم اختياره سنة 2023 واللي خرج في رائد رسمي في مارس 2023 هو الابتكار والتجديد في مجالات التكنولوجيا ورقمنة والفلاحة. إذن باب الترشح مفتوح للباحثات التونسيات حتى الوقت إيش اللي سارة باب الترشح آخر أجل في برهان هو 31 مايو 2023. تريبيا إن شاء الله نساء اللي يسمعوا فينا الباحثات إن شاء الله دعوة من خلال راديو إيفان. نعم. لجميع الباحثات التونسيات الجنسية. نعم. اللي عندهم بحوث
تم انجازها ونشرها خلال ثلاثة سنوات الاخيره. نحب ناكد على الشرط هذايا، تم انجازها ونشرها خلال ثلاثة سنوات الاخيره باعتبار بطبيعه الحال سنه 2023 واللي تدخل في المحور اللي كنت قدمته لكم. شكرا لك. جميع التفاصيل تلقاوها موجوده، سامحني 30 ثواني في البلاغ موجوده بصفحه رسميه فيسبوك للوزاره، بالموقع الرسمي www.fam.gov.tn وفيه جميع التفاصيل وجميع الوثائق المكونه لملف الترشح. ونحب ندعو جميع النساء التونسيات الباحثات للانخراط والمشاركه في هذه الجائزه. للمسار سؤال، الجمله بركه التربح يتبعها مش بعد تعمل مشروع وزاره المراه معناتها بعد ما تعطي 15 مليون؟ شوف هذه الجائزه هذه للباحثات للاكاديميات فوالا معناها مش بعد الوزاره عندها برامج في مجال التمكين الاقتصادي للمراه اللي نتصوركم تعرفوها أكيد. بالنسبه للحاملات الشهاده العليا عندنا برنامج رائدات. واضح واضح لسارة، يعطيك صحه يعطيك صحه لسارة. شكرا لك مدام ساره شقرون على كل هذه التفاصيل فيما يخص جائزه افضل بحث علمي نسائي. باحث في احوال السوق يحاول يدلس بحث لمرته ويحطها باسمه هو، وهو كي تحسين وشكشوك يحب يربح 15 مليون هذايا من الاخر. هذاك عليه مشى التستور غديك، خاطر غديك يحب يعمل طابع كتواب على تعمل بالعظم. تذكرهم ما ولا ذكرهم نجي ضربت بيهم انت شهيد وكذا هاي قاعد نضرب نضرب شويه شهيد. يلا محمد علي الفرشيشي تعمل في تستور. صباح النور. خليني نبدا نقول لك يا برهان إن نريد إذا ما الظلم حاق بنا عدل الأناسي لا عدل الموازيني. الله استقطبتك استقطبتك الجبهة المناوعة يا سير فرجيشي، مرحبا بك في جبهة الحرية. الله 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 30 سنة وأنت ولد الدولة، ولد الدولة يا محمد علي الفرشيشي في الآخر واللي تعمل في الشعر على الظلم واستقطبك زياد الهيني وحسين العيادي. لا ظلم نتاعك أنت. لا 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 وخاف كذا شيء. شفت كي تسرعت جبهة الحرية بدأت تصيح الله أكبر في الأخير طلع هجمت بيهم في الأخير هجمت بيهم. هذا كلمة حق، هذا كلمة حق وسيعود إليه. أنت قاعد تظلم فيا وتعمل ادعاءات باردة. يلي ظلم احنا في تستور، تعرف تستور بلاد التراث. وقبل ما نبدأ نحكي نحب نعتذر للمعد سي حسام اللي البارح كنا المفروض باش نعملوا له ديديكاس من حومته، لكن الوقت خذانا ونسيت الديديكاس. شنو يا حوم؟ نعوضها اليوم ونقول له يا خويا تحيه كبيره ليك انت يا حسام، وراك تبقى ديما كبير كبير في عينينا. احنا في تستور. منين منين حوم يا حسام؟ احنا البارح في سيدي البحري. هو يشكر غديك على البحري. مرمى نظر من 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 سيدي البحري. اي على كل تستور بلاد التراث. أنا حبيت نبدأ من هنا قبل ما ندخل باش نوريك في المرش بتاعهم. هذا حمام على الطريقة الرومانية، هذا معناها حمام معلم أثري هذا. إن شاء الله نهار نرجعوا لهنا ونخدموه بالذمة كما خدمنا الجبة. خارق العادة خارق العادة. وتحية كبيرة زادة كيف كيف لأولاد تستور، نذكر منهم شو اسمه العبدلي دونك اللي هو ولد الحومة هذايا. وقت اللي تقول تستور معناها صار من المعالم الأثرية نلقاو ابراهيم الرعاش. هذا مقام الولي ابراهيم الرعاش هنا على يساري. واللي هو يجيب قابل ما كان يمكن ان يكون سوقا. هذايا كالعاده السوق مسكره زاده كيما بقيت الاسواق. هذا هاك باش تشوف انت السوق وقول لي ينجموا يخدموا لهنا ولا ما يخدموش. وكهو يعني احنا نوريو. انا باش ندخل انا يا صبري تبعني وسمي بسم الله. السوق هذا كله السوق هذا اي حتى الاخر. طيب هيك السوق في البطحه، السوق الاسبوعيه في البطحه، والبطحه ملك خواسي نجم غزوه مولى البطحه يقول لهم اخويا سامحوني. قول لهم تفضل سامحوني. هذه اللي تبنات ايوه وكب بالخز وبالحاله الحليله هاك تشوف. ايوه دونك هذه تستور بلاد الحبيبه مسيكا. اي نعم كما نقولوا احنا. وتستور هي بلاد اندلسيه فارق سيارة. هذه للاسف وضعيه تقريبا مئات الاسواق يا محمد علي هكا ولا للاسف. احنا هنا نوريه السوق يا عاد تخسر عاد من الاول. رانا نصبين في الشوارع من الاول وعليه خساير وعليه هكا وبعد تولي متلفه بالطريقه هذه اللي شيء يوجع القلب. يا صبر هل رانا ندخل الدرنيش يا صبر مش لازم نوريه برشا تخلي تك شو والله للاسف للاسف. اي برا برا شوف لي الاسعار. اي شويه خضره شعر نشوف نشوف الاسعار. العلوش هنا ب 38 ثم اكثر من 38. شو من العلوش ثم اكثر من 38 يا جماعه 42 ده
كيفاش سيدي خويا؟ انا قلت 38 حتى ال 35 حتى 35 لا لا انا ودي نسمع الناس الكل والخضره 2400 المسكي هاي ب 4000 المشماش 4000 والسنه يقولوا لي ما تماش الشاشي اي الشاشي هو اللي يبدا ابيض وظريف هكا ايوه على بيك او الفول او الفول المده هذه احسن حاجه فما الفول في الخضره يا دلي والله عملنا مرقه خضره بالفول انا البارح المدمس والله مدمس في الليل زاد وغمرته في الليل زاد اللعب له على قد ايه بربي كيلو غادي على قد ايه فول دينار 700 معقول ارخص من تونس أي. ارخص من تونس اي لا هو يوصل حتى ل 2000 لهنا اها على الفول على الفول قال لي يوصل حتى 2500 180 البصل 18 الفشاطه 2400 الفلفل 3100 الطماطم خارق العاده صبر يزيد صبر المشماش هاي هاي 4000 تريبيان تريبيان دليل شوفوا الناس هذيك اسمع على الاقل البانو على الناس هذيك باش نكونوا راضيين الناس كل بس ما باش تروح لنا بشويه جبن عربي ولا والله ما زلت ما نعرفش حتى كان لقيت الفرياني محلول اي شوف عاد جبن ابيض تستوري عادي دليل به وما فيهش ملح قد ايه البوساعة يتباع غادي قد ايه وينو مش هوني مش بوساعة هذايا كلها مشماش البوساعة قد ايه شيخ 5000 لا طالع هكا هذا يا اغلى من اللي لهنا يتباع في تونس يا برهان احنا نحكي معطيات واقعيه وصحيحه وقت نقولوا راه شح المياه شح المياه ها قاعد ياثر راه ما هي مسؤوليه حتى حد واضح يا دلي واضح ولكن مسؤوليه اللي كانوا شادين دواوير رئاسيه وكانوا مدير ديوان رئاسي ما عملوا لنا حتى شيء في الماء طيله العشريه هنا نعاني وفيهم ضيفي يا محمد علي الفرشيشي اليوم بعد ما انا نقول لك باي باي هو عدنان منصر مدير ديوان الرئاسي تحب تقول له حاجه عليه وقول له ربي يجريها على السلاح ربي يجريها على السلاح دليل فرشيشي مرسي بوكو كنت معنا في وجه السوق مباشره من تستور هكا الجزء الاول من ايميسيون بوسيبل يبلغ النهايه نتاعو زياد الهاني مرسي بوكو حسن العيادي نجيب الدزيري بعد الاشهار نبدا في الحوار مع الاستاذ عدنان منصر الوزير مدير ديوان الرئاسي السابق الناشط الكاتب الحالي على اي اف ام احلى راديو 39 دقيقة كما اعلنت سعيد باستقبال الاستاذ عدنان منصر وزير مدير ديوان الرئاسي السابق الكاتب والناشط الحالي استاذ عدنان مرحبا بك مرحبا بران شكرا على الدعوة وشكرا لكل السادة المستمعين على الاستماع شنية تهربوا المواقف السياسية توليوا تكتبوا شنية الحكاية العكس الكتابة موقف الكتابة موقف هذا الجزء الثاني خلينا نحتفيه بكتاب الأستاذ عدنان منصر ونهنيه على صدوره شكرا سنوات الطين تونس من الديمقراطية الكسيحة إلى الاستبداد الشعبوي من 2019 إلى 2023 في الحقيقة هو الجزء الثاني من تأليف سبق فيه الأستاذ عدنان منصر أن سلط الضوء على مرحلة ما 2012 إلى حدود 2018 و14 التواصل في التاريخ السياسي عدنان منصر وأنت أستاذ التاريخ في الجامعة التونسية تتحدث عن الاستبداد الشعبوي لم يكن هذا موقفك عدنان منصر عشية 25 جويلية والله عشية أي لأن البرنامج أو البرنامج الشعبوي في تونس لم يتوضح بعد آنذاك كيف ب 25 موقفي كان واضح 26 موقفي كان واضح أنت 25 طبعا طبعا أنا أرجع أشوف صفحتي أو البروفيل بتاعي اللي هو مفتوح قلت أنه اللي يحصل باش تكون عنده تبعات خطيرة برشا وأنه الناس اللي تعتقد أنها تخلصت من نهضة ستجد شيئا فشيئا وستفهم شيئا فشيئا أنه النهضة مجرد خسائر جانبية لمسار سيكون سيئا جدا وسيكون مؤلما جدا شجعت عليه هذا المسار من يقرأ أيضا لعدنان منصر 24 23 22 شجعت عليه مش شجعت عليه ينبغي أن يغلق السيرك هذا يعني طبعا طبعا لا الحياة السياسية هذه القائمة في المرحلة هذه يزمها تتوقف لأنه المسار لأنه الانتقال الديمقراطي وصل إلى مداه بما نفذه قيس سعيد وصل إلى مداه الانتقال الديمقراطي وصل إلى مداه وأنا قلت ذلك في كتاب سنوات الرمل من قبل يعني 25 جويلية تقريب سنة ونصف قلت الكلام هذا قلت أصبح لا يفرق إلا الأزمات وأصبح منتج للأزمات وأصبح لا مخرج منه
إلا بتغيير جذري للواقع. وأنا أقول هذا الكلام وأصر على هذا التحليل، ولكن هناك فرق بين أن تقول أن الوضع تأزم وأنه يحتاج إلى ديمقراطية حقيقية، وأن ما نعيشه ديمقراطية أصبحت ديمقراطية مزيفة، وأنا لا أزال أقول هذا الكلام، وبين أن تبرر عمل كانت نتيجته أو تطور لاحقا للقضاء على الديمقراطية، القضاء على كل المؤسسات التي تتوازن مع بعضها البعض ويراقب بعضها البعض، والمسار الذي أدى إلى حكم فرد واحد وحكم مطلق وحكم عمودي. يعني أنا أحمل المسؤولية لكل الذين أوصلوا الوضع في 24 جويلية إلى تلك الحالة من الـ يعني كلمة أقوى من الشلل، خلينا نقول من الشلل. ولكن الحل كان يفترض أن لا يقع إلقاء الطفل مع ماء الغسيل كما يقال. عندما تكون الديمقراطية الممارسة بعيدة عن الديمقراطية الحقيقية، فإنه الهدف يجب أن يكون إرساء الديمقراطية الحقيقية وليس التخلص من الديمقراطية. أين ترى؟ هل ترى أن الرئيس قيس سعيد تخلص من الديمقراطية؟ كنت قريب من فريق سياسي ينادي دوما بالمحاسبة، أن الرئيس قيس سعيد يمارس المحاسبة. كنت من الناس اللي تتشكوا ما يسمى الفساد السياسي. الرئيس يستهدف الفساد السياسي، الأموال والعبث، التقاطع بين الأحزاب والأموال والنفوذ والتأثيرات واللوبيات إلى غير ذلك. بقيتها هذه هي قوة الشعبوية. كيف؟ برهان هو أنها تأخذ الجانب يعني خلينا نقول ترفع مطالب أو ترفع شعارات لا خلاف عليها. يظهر لي اللي كنت تقول فيه مناش مختلفين عليه، ولا أزال أنا أنادي بذلك، ولا أزال أسعى إلى أن ذلك يتحقق. ولكن هذا ثم طرق باش يتحقق، طرق اللي باش يتحقق به هي دولة المؤسسات، هي دولة القانون، هي دولة المشاركة، هي دولة المراقبة. يعني المواطنين يراقبوا الدولة عن طريق مؤسسات منتخبة حقيقية بإرادة شعبية قوية، وليس بالمزاج الشعبي. ثم فرق بين إرادة الشعب ومزاج الشعب. إرادة الشعب تنفذ أو يعني تمارس بمقاييس معروفة ديمقراطية، اللي هي الحريات، اللي هي حرية نشاط، حرية الاجتماع، حرية التعبير، حرية التنظم. الحريات هذه ما هيش تفصيل في الديمقراطية، الحريات هذه هي الأصل. تشوف فيها مضروبة الآن بطبيعة الحال. كيف؟ يعني وقت اللي نشوفوا يعني الاعتقالات للسياسيين لمجرد مواقف سياسية، سياسيين أخرين بمواقف سياسية حادة ويتكلموا، حمل همامي موجود، حزبه يصدر بلاغات، أحزاب سياسية تدور على المنابر الإعلامية تتكلم وتنتقد في يعني سياسة الدولة. يعني شوف حرية التعبير حاجة أساسية، راهو ما هي شمزية من حتى حد كي إنسان يمارس الحرية هذه. الاستبداد يوقف التعبير. شوف شفت كيف نقول أنا، كيف نقول أنا ألف واحد، ما هوش بيحشم منك. كيف نقول أنا ألف واحد، كيف نقول أنا ألف واحد، كيف نقول أنا ألف واحد، يكفي أن واحد منهم فقط يتابع من أجل آرائه، فأنا أصبح أقول أن ما يحصل سيء. يعني أنا نفكر بالعكس، أنا نقول أن واحد فقط معتقل لنشاطه السياسي أو لتعبيره عن أفكار مختلفة هو سيء جدا، وأقول أنه ما داب بدا بفلان وفلان وفلان فإن البساط سيطوي البقية. يعني مش العكس، لأنه الاستبداد مش في بين عشية وضحاها تكون في الأبيض تصبح في الأسود، لا، ثم مسيرة معروفة في التجارب البشرية، في التجارب الإنسانية اللي يمشي فيها تمشي فيها الأنظمة القائمة على إرادة الفرد الواحد، وهذه المسارات معروفة نتيجتها. يعني وقت اللي نشوف على سبيل المثال لما الأمور بمقدماتها، وقت اللي نشوف أن الدستور كتبه شخص واحد والاستفتاء قرره شخص واحد وتأويل نتائج الاستفتاء قررها شخص واحد احتكرها، والدستور يحتكر تأويله شخص واحد،
المؤسسات التي يفترض أن تحدث التوازن في المجتمع الديمقراطي لم تعد قادرة على لعب هذا الدور في مراقبة بعضها البعض. يعني هذه المقاييس المعتمدة في الديمقراطيات في الدرجة الأولى متاعها، ما نحكيش أنا على تفاصيل أخرى، على السيادة البيئية والسيادة القضائية والأمن القضائي إلى آخره. أنا نحكي على الأشياء اللي يتفق الجميع على أنها تميز نظام ديمقراطي عن نظام غير ديمقراطي. نعم، خليني المرة هذه أنا ضيفي مثقف أستاذ تاريخ قاري التجارب السياسية المقارنة حتى التاريخية منها، يعني يتحدث على الاستبداد الشعبوي، هاي فرصة توا في باش نفصلوا القضايا مؤرقة للمثقف. كيف مثقف تجاوبني عليها يا أستاذ عدنان؟ حاول. في شكلها بسيط وساذج كليشي حتى، لكنها عميقة لو تدري، وأنا على يقين أنك تدري. الشعب يحب هكا، كيف تحلوها الحكاية؟ عملتوا 10 سنين والشعب يتبع فيكم، قالوا كذا منا وديمقراطية وانتقال ديمقراطي، وأنت تعرف لم يكن مطلبا جماهيريا واسعا. اليوم مراكز البحث الأمريكي البارح بركة نقرأ المايكل العياري في حوار، نقرأ الكريزيس جروب، نقرأ المجموعة متاع أزمات خادمة حاجة على تونس. في الحالة التونسية متاع ارتداد يسميها على الديمقراطية 7 حالات، الحالة التونسية فيها أزمة، فيها إشكال حقيقي طبعا، أنت المثقف تدركه. موافقك. شبيكم يا اخويا، الديمقراطيه مش حكم اراده الشعب، هاي اراده الشعب مع شيء. اراده الشعب ما تحبش الديمقراطيه. لا موافق. اش تعمل كيف تحل هالمعضله التاريخيه هذه؟ موافقك. قال لك انت تحكي والله يلزم حريه، لا ما لا نحب لا حريه التعبير، لا نحب لا احزاب، لا نحب حتى شيء. الشعب قال لك هكا، ايش تعمل؟ موافقك. وهذه قوه الشعبويه. شوف هذه القوه بتاع اراده الشعب وقدرتها على اختراق جميع الاجسام بما فيها الحزبيه. وقت تشوف انت على سبيل المثال التيار الديمقراطي، اصدقاء في التيار الديمقراطي عملوا تقييم، قالوا رانا كنا غالطين بما معناه في ان موقفناش ضد لحظه 25 جويلية. لكن وقت اللي نذكر واحنا نرجعوا 25 جويلية، نلقاو الهياكل القاعديه نتاع التيار الديمقراطي كانت تدفع نحو مسانده مطلقه ل 25 جويلية. دونك عندنا احنا الاحزاب يفترض اللي هي ديمقراطيه وكل شيء، يعني تم اختراقها بطريقة شفت. ما نحكيه على الشعب، نحكيه على حزب شوية، حزب يفترض نخبوي شوية، نخبوي شقته الخلافات العميقة في خصوص تقييم 25 جويلية. باي تقول لي انت شعب تونسي 12 مليون، 12 مليون 11 مليون و 999 ألف، عاجبهم الجو هذا؟ باي حرار بطبيعة الحال. انا اقول اللي الكثرة لا تعني بالضرورة الصواب. شنو الكثرة؟ لا لحظة، ماناش في معادلة في لا 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 بشر وناس. لا لا وانت تحب تعمل ديمقراطية على خطرهم في بالي ويقول لك ليه ما نحبش. أنا وغيري أنا وغيري خلنا نحكي عليه. أنا نقول اللي النخب هذه الشعب صرف عليها 20-30-40-50 سنة باش تكون قادرة على التنبيه لأشياء لا يراها بالضرورة الجميع. دونك ليس من دور النخب الاصطفاف، النخب دورها التنبيه، النخب دورها تقول راه التجارب هذه راهي تعملت وتعملت كيفها وبالضبط كيفها، شوف ليش أديت. نرجعوا لمسألة الديمقراطية، الديمقراطية والحريات تحكي عليها، حرية التعبير عمرها ما كانت مطلب شعبي. موافقك 1000%. والنخب تتهم بأنها تبجل اهتماماتها هي بالضبط على اهتمامات الشعب اللي هي الخبز، التنقل، تعليم صغارها، الصحة. عملتوا كيما ماري أنتوانيت تعطيوها في الكرواسون؟ لا لا لا، هما جايين يطالبوا بشو، نعطيكم أحزاب كرواسون، نعطيكم حرية تعبير كرواسون، هو قال لك لا أعطيني الخبز الآن. بالضبط. لكن أنا شنو نقول بس نقول أنا اللي من غير حرية تعبير ما ثمش مراقبة لأداء السلطات. لحظة برك، من غير حرية التعبير السلطة تعمل اللي تحب بما فيها حاجات تنجم تنعكس على خبز المواطن. من غير حرية التعبير ما ثماش شفافية. من غير حرية التعبير قدر إرادتك أنت كشعب لا تطبق، ما يطبق هو ادعاء التعبير على الإرادة بتاع الشعب واستغلال المزاج بتاع الشعب للحكم والبقاء في الحكم. هذه راهي شوف احنا عنا انت تحاول تقنع فيه لماذا لم يقتنع هو شكونه الشعب الكريم.
معناها انت تو تحس انا شو يعني الشعب التونسي تحركت له شعره بقصه الغاء الادوار الرقابيه ولا استقلاليه القضاء. تي بالعكس تزيد شمت اكثر وفي قصه القضاء علاش وقت اللي تطرح مسألة هذه علاش تقول هذه مسألة شعبوية ومسألة كذا وتتهمها باللسانس معناها السلبي بتاع قصة شعبوية. لا أنا قلت لك على ما تشوف على ما تشوفش أنه الرئيس سعيد أتى زاد بمقولات عميقة وانتم الأولى أنه تناقشوها. يقول لك مثال الديمقراطية يقول لك مثال الديمقراطية التمثيلية أفلس. جيبونا ناس تناقشنا يهو موجودين لا يجبون ناس هو أصحاب المشروع وكذا يقول لك انطلق معايا بالمقاربة. ما تحبش تعترف أن الديمقراطية التمثيلية أفلسة أو لأنه أنا أقول الديمقراطية التمثيلية وهذا يقوله في الكتاب جابه لك جاهز في تونس في 2011 من عند أوروبا والغرب والولايات المتحدة. أنت وليت تمن به كقرآن يعني مقدس هو جاء يناقش فيها قال لك أفلست الديمقراطية التمثيلية. هذا يحتاج إلى تنسيب لكن إجمالا نقول لك اللي هو هذا مزاج الناس. قول لك هذا مزاج الناس موافق راه موافق والشعبويه هي استغلال المزاج بتاع الناس هو استغلال المزاج بتاع الناس. الشعبويه موضوع معقد برشا راه احنا نستعملوه كأنه نقصد به الديماغوجي ونقصد به انك تمسح على الشعب. هذا تفصيل في الشعبويه سمعوا اللي يحب يسمعوا تفصيل. الشعبويه شوف هي نتاج لازمه الديمقراطيه الليبراليه. دونك فكره ان الديمقراطيه الليبراليه التمثيليه في ازمه هذه ستوني دي دو باس ما نختلفوش عليها متفاهمين عليها. وقت اللي نشوفوا احنا البرلمان كيفاش كان وقت اللي نشوفوا البرلمان كيفاش القوانين تتبدل هذاك علاش قيس سعيد كيقول القوانين كانت تتباع يلقى صداء بغض النظر صحيح ولا يلقى صداء. الصوره الانطباع بالنسبه للمزاج بتاع الشارع الانطباع اهم من الحقيقه. الناس ما عندهاش وقت باش تمشي وما عندهاش ربما أحيان الوقت والقدرة أنها تغوص في بطن الأشياء تحتاج فقط إلى انطباع والانطباع لترسخ. هذاك علاش نجحت 25 جويلية وهذاك علاش ما صارش صد للي صار وهذاك علاش إلى حد الآن ما ثماش صد كبير لعملية الاستفراد بكل السلطات وهذاك علاش معظم الشعب التونسي الموضوع ما يهموش. لكن هام جدا راهو وقت اللي نجي أنا وتجي أنت ويجي غيري ويقول اتنسيون راهي الأمور ماهيش كما تقدم لكم. راهو الشعبوية نفسها تعتمد على مزاج وتدعي أنه إرادة. دليل على ذلك شنو اللي يفسر على سبيل المثال النسبة المحدودة متاع المشاركة في الاستفتاء والنسبة الهزيلة متاع المشاركة في الانتخابات البرلمانية. أنا ما نقول شعبية الرئيس تدهورت أو نقصت أو ما إلى ذلك لحينا من المواضيع هذه. شو نقول؟ نقول أن الناس ما شافوش في البرلمان أنجو. شافوا البرلمان سيكون بإلغاء أو بمحاصرة مشاركة الأحزاب وكل شيء شافوا البرلمان سيكون مجرد مجلس بنيويوي كما قالوا الأشقان الجزائريين في الفترة الاستعمارية فترة الكفاح الوطني أو حتى قالت حتى في تونس. يعني ناس جاية فقط جست لتغطي غطاء شرعية لسياسات محددة سلفا. دونك الناس 89% اللي ما مشاوش في نهاية الأمر نجم تقول لي أنت 70% منهم غير مهتم أصلا إيه قعدوا لي 19% أنا مثال هو أكثر أكيد 19% يحبوا يراوا البرلمان يلعب في دوره كممثل للإرادة متاعهم. دونك أنت شرعية قرارات يصدرها برلمان منتخب ب 11% ولا 8% ولا 12% ولا حتى 20% هي شرعية لا يمكن الدفاع بأنها تمثل الإرادة الشعبية. مش ممكن مش ممكن لا. يعني شوف راه ما صارتش في حتى بلاد رانا عملنا ريكور عالمي جغرافيا وتاريخيا في الأفقي وفي العمودي بخصوص نسبة المشاركة هذه يدل على شنو؟ أنا كيفاش نقراها؟ ما نقولش المعارضة هي اللي عطلت وعملت مؤامرات باش الناس ما تشاركش كل شيء. نقول لا ثم شكوك في أن هذا البرلمان يصلح لشيء. دونك هنا شنو نقول؟ نقول أنه لو أن الرئيس حريص على أن تكون سلطة البرلمان سلطة مراقبة وسلطة تعديل وسلطة تعبر عن الإرادة الشعبية راهو أعطاه في الدستور اللي كتبه وحده
صلاحيات سلطة تعديلية وسلطة مراقبة اللي هو هذا مش موجود، وراه هذا أدى إلى أنه هالانتخابات هذه تحقق مصداقية عند الناس، والناس تقول فعلا البرلمان سيصلح لشيء، وأنا بيدي كنت نمشي ننتخب. نعم. مفهوم ولا؟ دونك حتى من يسخر من الديمقراطية الليبرالية والتمثيلية أراه في الحقيقة ما عندوش شكل آخر باش ينفذ به الإرادة الشعبية غير الانتخابات. شنو الفرق برهان ما بين انتخابات 2019 وانتخابات 2022 متاع المجلس اللي ترأسه الآن الأستاذ بودربال؟ شنو الفرق؟ نعم. على مستوى الممارسة وكل شيء ثم زوز فورق كهو. أنه البرلمان ما عندوش صلاحيات. نعم. وأنه النظام الانتخابي أقصى تنوع. لكن فيما عدا ذلك هي ديمقراطية تمثيلية ليبرالية. يعني رانا مبعدناش برشا على المستوى الشكل. ما هو الشعبويين شو يقولوا؟ يقول لك احنا نحبوا الراديكاليه الديمقراطيه، نحبوا تعبير على الشعب مباشره، النظام القاعدي فوالا. فين التعبير على الشعب مباشره؟ فين التعبير على الشعب مباشره؟ ما ينجمش يكون 11% يعبروا على كل الشعب، مش ممكن. دونك الشعبويه تقف راهو على نفس الارضيه اللي تقف عليه بقيه النخب السياسيه، فالامر يتعلق بصراع في وسط النخب. راهو ما همش جايين من بلاد اخرى او من عصر جيولوجي، هما راهم عايشين معانا وعندهم نفس الاهتمامات نتاع النخب اللي يقولوا عليها انها ما تصلحش، وهما نفسهم جايين من هذه النخب، هما نفسهم قراوا نفس القرايه اللي قريناه، وفي قراوا المقررات والبرامج الدراسيه اللي قريناه، وقراوا السرديه الوطنيه اللي قريناه. نعم. راهو شوف، راهو الشعبويه هو نتاج لجزء من النخبه بهدف اقصاء بقيه النخب واحتكار المشهد. هذا سنوات الطين اللي يلصق الشعبويه بتاريخ اصيل لها في تونس بشخص حتى الزعيم بورقيبه. اليوم تقول لا، هذاك في السلطويه. اي في السلطويه. بورقيبه ما كانش شعبوي. لا، بورقيبه ما كانش شعبوي. بورقيبه لعب دوره كزعيم نخبه، لذلك كان لا يخشى من معارضه توجهات الناس. الشعبوية هذا من المقاييس نتاعها أنها عمرها ما تصدم الناس، ديما مع العباد، يودي الثروة موجودة والمقدرات موجودة، وتو نعملوا شوية قوانين والناس كل تشيخ وتتنفنف. بورقيبة يقول لا، قول اخدموا رواحكم، ما عندنا شيء، حتى حد ما باش يعطينا. اثني الركبة. كلمة اثني الركبة في خطاب بورقيبة راهي ما كلمة ساحلية صميمة هي، لكن تدل على برشا. كي نشوف أنا على سبيل المثال في الخطاب حول تشجيع العمل والجهد، ونشوف المدونة اللي انتجها الزعيم بورقيبه. نعم. ونشوف المدونه على سبيل المثال الكثيفه والغزيره اللي ينتج فيها الرئيس قيس سعيد الان، راى لقيمه العمل قيمه غائبه عند السيد قيس سعيد. يعني وعد الناس بانه الثروه موجوده وانه فقط ثم الناس تفك فيها الى اخره، هي بون وجهه نظر، لكن شنو الانعكاس نتاعها؟ الانعكاس نتاعها استسهال الثراء، استسهال الثراء، الفلوس باش تبدا تصب علينا، وتشجيع الكسل. وهذا زعيم سياسي قرا في الجامعه وقرا ويعرف الوضع الكل لا يمكن ان ينساق فيه الا اذا كان الهدف نتاعه هو الحكم بذلك المزاج. شوف في 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 فنزويلا. فنزويلا دولة من أكثر الدول الإنتاج في النفط في العالم، وأكثر الأولى ولا الثانية على مستوى إنتاج النفط، مش الإنتاج بركة، الثروات النفطية، ثروات الاحتياطي النفطي. فنزويلا الآن التضخم آلاف بالمئة، آلاف بالمئة. ليش؟ لأنه المنتج الحقيقي للثروة هو الفرد. نجي نقول لك برهان، ماكش قاعد تخدم على روحك. شفت فكرة الإنتاج والإنتاجية بتاع بورقيبة قبل والهادي نويرة يرحمهم وكل شيء، يقول لك ما نزيدك إلا ما تزيدي في الإنتاج. شوف دير كوا، شوف دير، ما نقولكش اقعد في دارك هي جايتك الثروه، ما نقولكش اقعد في دارك هي جايتك الفلوس. قيمه العمل هي اللي تبني الشعوب. نعم. هي اللي تبني الشعوب. الشعبويين شنو يعملوا؟ تشجيع الكسل. الثروه موجوده، تخافوش. لو كان نعملوا هكا تو نلموا 13000 ولا 15000 ولا كذا ولا كذا، وتو نشوفوا شكون، فينتهون الى التسول. ينتهون الى التسول. سمعت شكون يقول لك انا في هاو نمشيو للبريكس باش يعطيونا 5 مليارات ولا 5000 مليار دولار ولا حاجه كيما هكا، شحال في الارقام؟ ديجا على فكره برا الشعبويين الكل عندهم مشكله في الارقام. الارقام الكل راهو عندهم مشكله في قراءه الارقام،
وهذا ممكن يحتاج تحليل نفسي تحليل أطول، لكن طبعا هذا لافونغو لنا اللي يحب يواصل ويفهم السردية كاملة اللي يعتمد عليها عدنان منصر في تحليل الثلاث سنوات هذه 2019-2023 سنوات الطين تونس من الديمقراطية الكسيحة إلى الاستبداد الشعبوي. سعدنا باستضافتك. شكرا عدنان. يعطيك صحة منصر. يلا جيهان تعملنا الميتيو بعد الأخبار وبعد بقية برامج EFM أحلى راديو. أنا أقول لكم باي باي أدما في نفس الموعد إن شاء الله. بعد شوية يجيكم سامي بنور في صباح النور. EFM ميتيو. صباح الخير. صباح الفل.